لقد تم اجتماع هيئة المنخرطين لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي بحضور 51 منخرطاً بأحد فنادق الدار البيضاء، وقد تم النقاش حول الوضعية الحالية لنادي الرجاء الرياضي سواء منها التنظيمية أو المالية أو التقنية. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لجل المنخرطين الحاضرين والذين تناولوا الكلمة بكل حرية وشفافية وتبادل لوجهات النظر بين أعضاء هيئة المنخرطين، تم اتفاق 48 منخرطاً من أصل 51 منخرطاً على الآتي: أولاً، سحب الثقة من الرئيس والمكتب الحالي لنادي الرجاء الرياضي. ثانياً، إبلاغ رئيس النادي بقرار المنخرطين ودعوتهم بضرورة عقد جام عام استثنائي في غضون 3 أسابيع على أبعد تقدير. ثالثاً، تشكيل لجنة من 3 منخرطين وهم السادة محمد صغرور، سمير شوقي، محمد الهاروشي لتمثيل المنخرطين في إبلاغ المكتب المسير بهذه القرارات، وكذلك تبليغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الاجتماع جرى في واحد الجو من المسؤولية ديال المنخرطين فريق الرجاء الرياضي. الكل كان كيهدف للمصلحة، مصلحة فريق الرجاء. الكل شاف على أن الأمور لا تسير على ما يرام، وبذلك قرروا منخرطين فريق الرجاء الرياضي بالأغلبية 48 منخرط إلا 3 باش يسحبوا الثقة من الرئيس والمطالبة بجمع عام استثنائي.